أيها الأزواج الأفاضل، أيتها الزوجات الفاضلات، الطلاق المتعجل بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة وأنسها وقرارها وسكينتها واستقرارها. الطلاق المتعجل لا يخص الزوجين فحسب، بل يتعدى ضرره للأبناء ثم الأسرتين ثم المجتمع. لذلك كره الإسلام الطلاق ونفر منه لعواقبه السقيمة وآثاره الوخيمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. كفكفت دموعها وقالت وداعا: كل ما كان بيننا قد